فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ربنا جل وعلا في كتابه العظيم يدعو عباده إلى أسباب النجاة ويحذرهم من أسباب الهلاك ويدعوهم إلى أسباب الرزق والتيسير والتخليص من المضايق والتفريج من الكروبات، ويحذرهم من أسباب الهلاك والضيق والجذب والقحط وغير ذلك مما يضرهم. وطريق النجاة في الدنيا والآخرة، طريق السعادة في الدنيا والآخرة، اتباع سبيله والاستقامة على دينه والحذر من أسباب غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. هذا هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. وهو سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والصحة والمرض والخصب والقحط وغير ذلك من المتضادات، لينتبهوا ليعقلوا ليشكروه على نعمه وليتوبوا إليه من تقصيرهم وتفريطهم وإضاعتهم ومعاصيهم. فيقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لكم. فالواجب على جميع تقوى الله جل وعلا في السدي والعام، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال، وبتقواه يحصل كل خير ويزول كل شر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه هذا أحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأنت مخلوق العبادة مأمور بها، وهذه العبادة يجب أن تعرفها، يجب أن تفقه فيها، يجب أن تعلم حقيقتها حتى تؤديها كما أمر الله. وهذه العبادة هي التقوى، هي الإيمان، هي الهدى، هي دين الإسلام التي أنت مخلوق لها. إن الدين عند الله الإسلام. فسمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بالذل والخضوع، جميع الأوامر والنواهي كلها تؤدى بالخضوع والذل لله والانكسار، تؤدي حق طاعة الله ذليلا بين يديه خاضعا له سبحانه، وهكذا تدع محارمه خاضعا له خائفا من عقابه راجيا ثوابه سبحانه وتعالى. وبذلك يحصل للعباد ما يسرهم ويدفع الله عنهم ما يضرهم في الدنيا والآخرة. وقد ابتلى نبيه والصحابة بذلك، وهم أفضل الخلق وخير الخلق، ابتلاهم بالشدة والرخاء والمرض والعدو وغير ذلك، فجاهدوا وصبروا وسبقوا إلى كل خير. في عهده صلى الله عليه وسلم ابتلي الناس بالجذب والقحط فاستسقى بهم على المنبر، وخرج بهم إلى الصحراء واستسقى بهم حتى يتعلم الناس، حتى يستفيدوا، حتى يعلموا أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء، يبتلي عباده المؤمنين ويمهل الكثير من الكافرين، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين. فلا ينبغي العقل يغتر بإملاء الله للظلمة والكفرة والمسرفين، بل يجب أن يحذر أبدا دائما، عليه يحذر معصية الله، عليه يحذر غضب الله وعقابه، عليه يجتهد بطاعة الله، عليه يسارع إلى كل خير، عليه ينصح لله ولعباده. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت مأمور بالتواصي بالحق والصبر عليه، مأمور بالتعاون على البر والتقوى، مأمور بالنصيحة لله ولعباده، مأمور بالنصيحة لأهلك ولجيرانك ولزملائك ولإخوانك ولجلسائك، من نصيحة المسلمين جميعا كل على حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. وبالتعاون والتواصي بالحق والتناصر على الحق والاجتهاد في ذلك يحصل الخير الكثير، ويقل الشر ويكثر الخير. وبالغفلة والإعراض واتباع الأهواء تكثر الشرور ويقل الحق، ويتعرض الناس لسخط الله وعقابه العاجل والآجل. وأنتم تشاهدون بين وقت في كل وقت آيات الله
التي يبتلي بها عباده. هذه بلاد يصيبها كذا من الزلازل، يصيبها كذا من الصواعق، يصيبها كذا من الصواعق من الرياح من العواصف، وهذه بلاد يصيبها كذا من الرخاء والخصب والخير. ربنا جل وعلا هو الحكيم العليم، يري عباده العجائب والمتضادات لينتبهوا وليعالجوا مشاكلهم بطاعته سبحانه واتباع شريعته والاستقامة على دينه، وليحذروا ما أصاب غيرهم من النكبات والنقبات. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولهذا يقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجميع الناس في خسران وفي هلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجون، هم السعداء، هم الرابحون، الذين آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا لله العبادة واستقاموا على دينه قولا وعملا، ثم مع هذا يتواصون بالحق والصبر عليه، يتواصون يتناصحون ويصبرون، لا بد من الصبر. ولهذا قال بعض السلف: لو ما أنزل حجة على خلقه إلا هذه ما كفته. قال بعضهم: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، لأنها اشتملت على أسباب النجاة، أسباب الربح، وعلى أسباب الخسران. فالإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه أسباب النجاح، هذه أسباب الربح، هذه أسباب السعادة، والإخلال بها هو أسباب الخسران. فالواجب على أهل العلم وعلى كل مؤمن وعلى كل ذكر وأنثى من المكلفين أن يتقوا الله وأن يجاهدوا أنفسهم وأن يحاسبوها وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، يرجون رحمة الله ويخشون عقابه، لا رياء ولا سمعة، بل يعملون ذلك إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له ورجاء رحمته وخوف عقابه. وفي ذلك أيضا التعاون على معرفة هذه العبادة التي خلقنا لها، في ذلك التعاون على أن نعرف هذه العبادة، ما هي العبادة التي خلقنا لها؟ هي طاعة الله ورسوله، هي توحيد الله والإخلاص، هي الإيمان به، هي أداء فرائضه، هي ترك محارمه، هي الوقوف عند حدود، هذه العبادة. وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، وهذا هو الهدى. وهذه الدار دار العمل، دار الابتلاء والامتحان، والآخرة دار الجزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا ليوم لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فعلى المؤمنين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجاهدوها لله وأن يصبروا عند البلاء وأن يشكروا الله عند الرخاء وأن يعالجوا البلاء بالأسباب التي شرعها الله، يعالجوا بلاءهم بالأسباب التي شرعها الله من تقواه وقيام بحقه والمسارعة إلى دينه والحذر من أسباب غضبه والتواصي بذلك والصبر عليه. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وأعاننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن أسباب الرحمة رحمة الفقراء والإحسان إليهم ومواساتهم، ارحموا ترحموا، من لا يرحم لا يرحم. فمن أسباب الرحمة، من أسباب جود الله وكرمه على عباده، أن يرحموا فقراءهم وأن يواسوهم ويحسنوا إليهم وأن يتقوا الله في جميع أحوالهم قولا وعملا. رزق الله جميع الهداية والسلامة، وعافانا وإياكم من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.